بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 50 بعد 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ برسالة السائل نون ألف، يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، في هذا البرنامج هل يجوز للراقي وهو يرقى الناس أن يضع يده على موضع الألم عند المرقي؟ وإن كانت امرأة، هل يجوز للراقي أن يضع يده على موضع الألم عندها، سواء كان على الرأس أو الصدر أو الرجل؟ نرجو منكم معالجة هذا الموضوع لأنه كثر ولا نعرف الصحيح من الخطأ في مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. للرجل أن يرقي المرأة، لكن بحضرة وليها، لا يخلو بها، إنما يكون هذا بحضرة من تزول به الخلوة، قوله صلى الله عليه وسلم: ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولكن لا يضع يده على جسم المرأة ولو من وراء حائل، لما في ذلك من الفتنة، فيرقي عليها وينفث عليها بدون أن يضع يده عليها. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول هذا السائل: أسأل أيضا عن أكل بعض هذه اللحوم، لحم الضب والخيل والنعام، وهل ورد فيه شيء؟ الأصل الحل، الأصل في الأطعمة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريمه. الله جل وعلا حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله مما يذبح للأصنام أو للقبور أو للجن أو للشياطين لقاء شرهم، هذا مما أهل به لغير الله. حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. الله عز وجل حرم الخبائث من الطيور ومن الحيوانات، وكل ما هو خبيث فإنه حرام. فهذه الضوابط اللحوم المحرمة، وما عداها فالأصل فيه الحل. نعم. يقول السائل أيضا: هل الهدهد نفسه الذي ذكر مع سليمان في القرآن، وما حكم قتل الهدهد؟ نعم، الهدهد هو الهدهد، ما ذكر الله عن سليمان وهي غير الهدهد معروف، وهو هذا الطائر المعروف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد، عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد، وعن قتل الضفدع. وقد استخرج العلماء قاعدة لأن كل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه يحرم، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فإنه يحرم، كالفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم. هذا من ضوابط الحلال والحرام أيضا. نعم. من أسئلة السائل يا شيخ، يقول: أيهما أفضل، المشي على الرجلين إلى المسجد إذا كان المسجد بعيد في الحارة، أو الذهاب بسيارتي مع أولادي، وهل الأجر سواء؟ هذا بحسب الحاجة. إذا كان المسجد قريبا وعند الإنسان قوة على المشي فالمشي يكتب له خطوات، وإذا احتاج إلى الركوب إنه يركب. إذا كان الركوب أضبط للأولاد أن يصحبهم معه فهذا أحسن من المشي، لأنه لو مشى ربما يتفرقون أو يتخلفون، إذا أخذهم معه في السيارة يكون هذا أضبط لحضورهم. هذا بحسب الحاجة، المشي والركوب بحسب الحاجة، فإن استوى فالمشي. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول أيضا: هل ورد هذا في الأحاديث، تاجر الصدوق مع النبيين والصديقين؟ نعم، ورد هذا في الحديث، أن التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، وأن التاجر وأن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من اتقى الله وبر وصدق. هذا أيضا حديث آخر، هذا مما يؤكد على التجار أن يلزموا الصدق والأمانة في معاملاتهم وتحري الحلال وترك الحرام، فإن التجارة قد تغري الإنسان وتجره إلى أن يقع في الكذب ويقع في الكسب الحرام بدافع حب المال. التجارة مغرية. الله جل وعلا يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالمال فتنة، لأن الله يختبر به الإنسان في كسبه وفي إنفاقه. فعلى المسلم أنه يتاجر في الحلال ويتحرى الكسب الحلال ويتجنب الحرام، لأجل أن يحوز على هذه المرتبة العظيمة
يكون مع النبيين الصديقين يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل في آخر أسئلة الأحاديث الموضوعة كثرة في وقتنا الحاضر، لماذا وما موقف العلماء من ذلك مأجورين؟ الأحاديث الموضوعة مخاصرة ولله الحمد من قديم الزمان، قد هيأ الله لهذه السنة حراسا من الحفاظ والعلماء، جردوها من كل زيف ودخيل وحاصروا الأحاديث الضعيفة ووضعوا لها كتبا حصروها فيها، الموضوعات ابن الجوزي وغيره من الأحاديث المؤلفة في الأحاديث الموضوعة، وهذا من حفظ الله لهذا الدين وحفظ الله للقرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهناك ضوابط في علم الحديث تبين الحديث الصحيح من الحديث الضعيف، ضوابط معروفة يعرفها المختصون من أهل العلم، فليس لأهل الكذب والوضع مجال ولله الحمد، لأن هذه الضوابط تمنعهم من أن يدخلوا في السنة ما ليس منها، ويهيئ الله لهذه السنة في كل زمان ومكان من يقوم بحراستها وحفظها، فلله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الرحمن أرسل بهذا السؤال، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يأتي أحد الزملاء ويطلب مني شراء جهاز كمبيوتر له، ونتفق على السعر والأقراض، ثم أقوم بشراء الجهاز من أحد المحلات وأتملكه، وبعد ذلك أبيعه على زميلي حسب ما اتفقنا. وسؤالي بارك الله فيك، هل بيعي بهذه الطريقة جائز؟ وإذا كان غير جائز فما الواجب فيما سبق من بيع؟ الواجب على من يريد أن يداين الناس ويبيع عليهم السلع أن يوفرها عنده في ملكه قبل أن يأتي إليه الزبائن، ثم إذا جاءه الزبون باع عليه مما عنده، أما أنه يتفق هو وإياه وليس عنده شيء ثم يذهب ويشتريه فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتيه فيسأله البيع ليس عنده يمضي ويشتريه من السوق، قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. الواجب على من يريد أن يبيع السلع ويتاجر فيها أن يوفرها في متجره أو في مستودعه، فإذا جاءه الزبائن يبيع عليهم ما يصلح لهم. جزاكم الله خيرا. أبو حسن يقول، هل يجوز جمع سبحان الله والحمد لله والله أكبر بعد كل صلاة 33 أم يجب كل واحدة على حدة؟ كلا الصفتين جائز، إن أتى بتسبيح 33 على حدة والحمد لله 33 على حدة الله أكبر 33 على حدة، وقال تمام المئة لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فحسن، وإن أتى بها جميعا 33 فيقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ويكررها 33 جميعا ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله إلى آخره، فكل كلا الطريقتين حسن إن شاء الله، ويتبع الأسهل عليه والأيسر له. ولكن نلاحظ أن بعض الناس هداهم الله يجهر بالتسبيح والتهليل والتكبير ويشوش على من بجانبه، وهذا أمر ممنوع، تشويش والجهر على الناس وهم مثله يذكرون الله أو يتلون القرآن أو يصلون هذا أيضا من الأذى، وإنما جاء الجهر بتهليلات العشر أو تهليل بعد الفرائض، لأن الناس كلهم يجهرون كلهم.